زي ما دول الخليج الفترة الأخيرة قررت تستثمر هنا في مصر وتزود نشاطاتها، وعلى رأسهم الإمارات والسعودية، كمان ليبيا قالت إنها هتعمل كده، بس المفاجأة بقى إنها هتستثمر بأرقام خيالية مش هتصدقوا قد إيه. فتعالوا بينا أقول لكم الحكاية. معروف عن مصر إنها أكتر الدول العربية المعروفة بمواقفها الحاسمة، ولأن الليبيين عارفين إن مصر طول عمرها سند من أيام عمر المختار، والكفاح المشترك يشهد بده. ده غير إنهم متأكدين إن مصر اللي بيحط قرشه فيها بيطلع كسبان، وعشان كده لقينا في كلام كتير الفترة الأخيرة عن صفقة ليبية ما كانتش على البال. وزي ما احنا عارفين، مصر وقفت زي اللقمة في الزور لأي حد حاول تقسيم ليبيا، وكانت ليها مواقف حاسمة ضد التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، ووضعت خطوط حمراء وطردت كل الأطراف الخارجية اللي حاولت تستولى على الثروات الليبية. وبعدها ليبيا ردت الجميل واستعانت بشركات مصرية لإعادة الإعمار، وده بعد ما مرت بظروف قاسية جداً من أيام سقوط نظام القذافي، وانقسمت على نفسها وحاولت أطراف كتير دولية تستغل الوضع وتتدخل، ومنها ميليشيات ومرتزقة ومسلحين ومأجورين. ولما زاد الخطر، مصر اتدخلت ووضعت حد للجماعات المتطرفة وسندت السلطة الشرعية في ليبيا، وإعادت الدولة الليبية على أول الطريق، ووعدت الشعب الليبي إنه ليبيا مش هتكون غير لأهلها، ومحدش يقدر يعبث بأمنها أو يغير مصيرها أو حتى يجعلها بؤرة صراع وشوكة في جنب مصر. وقد كان فعلاً ليبيا قدرت تعدي المنحنى الخطر، وفي الساعات الأخيرة تم الكشف عن استثمارات ليبية عاجلة في مصر، وهي ممثل الحكومة الليبية المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA Expo 2024 المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. الصفقة فيها رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل لحوالي 5 مليار دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر أو فروع المؤسسة الاستثمارية. بالمناسبة، حجم أصول المحفظة الاستثمارية الليبية حوالي 68.4 مليار دولار أمريكي، موزعة على 5 شركات، وهي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وصندوق الاستثمار الداخلي، ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية، وفق بيان للمؤسسة الليبية للاستثمار. ومبلغ الخمسة مليار دولار دول البداية في السوق المصري، وبتمثل توجه ليبي قوي لاستثمارات قوية وضخمة تانية جاية في الطريق لدعم الاقتصاد المصري. ومش كده وبس، ده كمان الشركات الكويتية والبلغة 10 شركات كويتية المشاركة في المعرض أعلنت استعدادها ضخ استثمارات جديدة في مصر بعد دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة، بعد التعرف عليها من خلال المشاركة في معرض القاهرة الدولي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية. أهمية الصفقات دي إنها بتمنع مصر من دخولها في أزمة نقص الدولار من تاني أو عودة السوق السوداء للدولار، وده معناه مزيد من الاستقرار في مصر وانخفاض الأسعار وتدشين مرحلة جديدة في تعافي الاقتصاد المصري، خاصة بعد تأثر السياحة وقناة السويس من الأحداث في المنطقة. الصفقة دي خير دليل إن الدول العربية من بعد صفقة رأس الحكمة بدأت أخيراً تستثمر في مصر بشكل أكبر، وده معناه إنعاش الاقتصاد الفترة اللي جاية. وبس كده، ما تنسوش تتابعونا علشان يوصل لكم كل جديد.